ابن عمي شو يعني نظريا وشو يعني عمليا؟ شو يعني نظريا شو عمليا؟ ما تعرفين انت شو معناها فرق بين النظريه والعمليه؟ اي شغله سهله، ابنك بيعرفها. ولا عبدو جاي جاي، تعال عندي لهول. شو نعم يا بي يا بي، هلا اذا انا مفلس وبدي يصير معي هلا هلا يصير بجيبتي 30 ذهبه، شلون؟ إيه ما فيها شيء يا بي، ننزل على بيت العقيل صندوقه مليان ذهب، منعد لك 30 ذهبه ونجيب لك ياهو. شفتي شلون؟ يعني انا هلا نظريا صار معي 30 ذهبه، بس عمليا اكتشفنا انه ابنك حرامي. لا عبدو لا.